السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا يا رب. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، اللي هو موضوع لم الشمل، تمام؟ بس الموضوع رح نحكي فيه اليوم خاص بجماعة يلي متزوجين زواج الوكالة، تمام؟ يعني حصرا باللي متزوجين زواج الوكالة. كيف يعني باللي متزوجين زواج الوكالة؟ يعني في شاب مثلا موجود هون او صبية موجودين هون، تمام؟ الشاب مثلا هاد بده يخطب بنت من سوريا، واهله بسوريا مثلا لقوا له بنت الحلال وقالوا له احنا هيك بنت الحلال وعلى 24 كله تمام ومشيت الامور، تمام؟ طيب وقت اللي حيعملوا هن الخطبة ويعملوا هالقصص هي والعادات كلها اللي بنعرفها هون بالمانيا، اذا بده يروح يقدم الاوراق بالأوسلندر بهوردة، تمام، رح يطلبوا منه طلبات وبالإضافة للبنت اللي موجودة بسوريا، واللي بده يصير لم شمل كمان رح ينطلب وراء من سوريا، لازم تنجاب ولازم تتصدق، تمام. يعني هذا الموضوع رح أحكي أنا عن الناس يلي متزوجين زواج الوكالة. كيف يعني زواج الوكالة؟ يعني مثل ما قلت لكم، واحد بده يتزوج من بلد تانية، بيعمل وكالة مثلا لوالده بسوريا انه انا بدي اياك تنزل تثبت لي عقد الزواج بالمحكمة بسوريا مشان انا احسن اقدم الاوراق على السفارة بلبنان او بالاردن او بتركيا او بالعراق او بالبلاد اللي عم يصير فيها لم الشمل، تمام. طيب هلا انا رح احكي ورح اوضحه شو الاوراق المطلوبه بالضبط. يعني انا رح احكي لكم عن تجربتي، انا تجربتي هي انا الشخصيه، انا صارت معي، مو حدا قال لي، انا هذا الشيء انطلب مني الي، تمام. رح احكي عن الاوراق المطلوبه ورح احكي عن شغله كمان كتير كتير مهمه بالنسبه لموضوع الاوراق، تمام. ورح احكي كيف لازم تصدقهم وكيف لازم انك تجيبهم لهون على ألمانيا، تمام. هلأ رح نبلش الفيديو إن شاء الله، ورح أشرح لكم عن كل شيء صار بهذا الموضوع. وبتمنى من الناس اللي عم تشوف الفيديو هلأ جديد وعم تتابعني جديد تشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى الناس تستفاد قدر الإمكان من المعلومات إن شاء الله، تمام. بالإضافة فوتوا لعندي على القناة، في كتير شغلات شارح عنا بالقناة ممكن تستفادوا منها إن شاء الله، تمام. ما بدي طول عليكم، يلا خلينا نبلش. هلأ أول شغلة رح تصير، لازم إنه الشخص إذا بده يجيب زوجته من سوريا مثلا رح نحكي، لازم يعمل وكالة لشخص هنيك بسوريا لحتى يحسن يثبت عقد الزواج بالمحكمة، تمام، لأنه هو ما له موجود بسوريا، هو موجود بألمانيا مثلا أو ببلد تاني، تمام، وبده يثبت عقد الزواج مشان يعمل اوراق لم الشمل، تمام. بالاضافه في اوراق تانية لازم يطلعوا من سوريا ويتصدقوا من وزاره الخارجيه بسوريا، تمام. هلا سجلوا عنكم خطوه خطوه. اول خطوه لازم ينعمل وكاله، تمام. الوكاله اسمها وكاله خاصه، تمام، حصرا اسمها وكاله خاصه للزواج، ما بيمشي الحال وكاله عامه، هي لازم تنتبهوا لها، بدكم تعملوا وكالة خاصة، تمام. هاي الوكالة الخاصة من وين بدكم تطالعوها؟ بدكم تنزلوا على السفارة السورية ببرلين، تمام، او حسب كل واحد باي بلد هو موجود بينزل على السفارة السورية الموجودة المكان فيها، تمام، وبتفوتوا على السفارة السورية وبتقولوا لهم بدنا نعمل وكالة خاصة للزواج، تمام. بيقولوا لكم اوكي ما في مشكله، بيعطوكم ورقه فاضيه، ورقه بيضة فاضيه، وبيقولوا لكم يعني للشخص اللي رح احكي بالفرد، انا ما رح احكي بالمجموع، رح احكي بالفرد، وبيقولوا له للشخص انه يكتب اسمه واسم الاب والام والعيله، تمام، ورقم الهويه اللي موجود معه، تمام. بالاضافه بيقولوا له يكتب بالورقه انه شو الوكاله اللي بيعملها، بيكتب وكالة خاصة وكالة زواج، تمام.
هاي شغلة. شغلة تانية بيقول لك اكتب اسم الشخص اللي بدك توكله بسوريا. مين هو الشخص اللي بدك توكله بسوريا؟ بتقول له مثلا والدي، بتكتب اسم الوالد شو اسمه بتكتبه، بتكتب رقم هويته، وبتكتب كمان العنوان. تمام. بالإضافة بتكتب تحت انت انه انا بدي اعمل هاي الوكالة وكالة خاصة للزواج. تمام. بتعطيهم انت الورقة البيضة هاي بالسفارة، بيقول لك تفضل استنى شوي. تستنى انت، هن بقى شو بيساووا؟ بيعبوا لك ورقة من عندهم جوا مطبوعة، بيطبعوها نظامية. تمام. وبيكتبوا لك عليها انه انا الفلان الفلاني اوكل فلان الفلاني في موضوع الزواج من فلانة. كمان بدك تكتب اسم الزوجة، مين هي، يعني مين بدي زوجك يا ما يروح زوجك حي الله واحدة زوجك على كيفه. تمام. فبتكتبوا كمان اسم العروس مين هي يلي بكون يثبت الزواج على اسمها. تمام. وهن بيزبطوا الكليشة كلياتها، بيطبعوها بيزبطوها 24 وشو بيساووا، وبيعطوك اياها مختومة ونظامية من السفارة السورية. طبعا انت بس تعمل هاي الوكالة، بتوقع عليها، انت بكون اسمك موجود عليها، بتوقع عليها، وبتكون هون انت خلصت هاي اول مرحلة، هي مرحلة الوكالة. تمام. هاي شغلة. شغلة تانية بالنسبة لموضوع الزوجة، هاي نقطة كتير مهمة، هما كمان تكون ديروا بالكم تسمعوها. بالنسبة لموضوع الزوجة، اذا الزوجة مثلا ما لها موجودة بسوريا، تمام، الزوجة موجودة مثلا نفترض بالأردن أو موجودة بلبنان، تمام، بهالحالة هي كمان مثلا بعيدة عن سوريا وما بتحسن تنزل على سوريا مثلا بسبب الأوضاع هلا والأزمة الموجودة بسوريا. تمام. فشو مطلوب منها؟ مطلوب منها تنزل على السفارة كمان السورية اللي بالبلد اللي هي موجودة فيها، إن كان بلبنان أو بالأردن أو بأي بلد تانية، تنزل على السفارة السورية وبتقول لهم نفس الشيء، بتقول لهم أنا بدي أعمل وكالة خاصة، وكالة زواج، تمام، مشان يتثبت عقد زواجنا بسوريا. وبتكتب نفس الموضوع، اسمها، عنوانها، معلومات كلياتها، وبتكتب اسم الزوج، تمام، مين هو الزوج، وبتكتب كل المعلومات هاي كمان، بيعطوها ورقة بتوقع عليها، بكون هي زبطت أمورها وجهزت الورقة. تمام. يعني هاي النقطة كمان إذا عروس كانت مو بسوريا، كانت برات سوريا، لأنه العروس كمان إذا بدي تثبت عقد الزواج لازم تكون يا هي موجودة يا يكون في إلها وكيل. تمام. فبتعمل وكالة كمان مثل ما عمل الزوج للأب أو للأخ أو للعم. تمام. طبعا في شغلة لازم تعرفوها بالنسبة لموضوع الزواج، بالنسبة لموضوع الزواج، إذا العريس أو العروس، تمام، ما عندهم حدا بسوريا يعملون هاي اللورا، ما في حدا من قرايبينهم كلهم مثلا برا، تمام، أو لا سمح الله بعيد الشر عن كل السامعين، أنه متوفين أهله مثلا أو ما عنده حدا يساوي، تمام، كيف يحسن يعمل هاي الشغلة؟ بيوكل محامي وبالوكالة بيكتب اسم المحامي ورقم هوية المحامي ومعلومات المحامي كلها، وين ساكن ووين مكتبه بيكتبها، وبيكتب أهم شيء ركزوا على هاي النقطة، بينكتب بالوكالة إنه وكالة خاصة للزواج من اسم العروس، تمام، أو العروس، إنه تكتب اسم العريس، ما هاي لازم تحطوا اسم العروس أو العريس مشان ما يروحوا يزوجوكم على كيفهم. تمام. هاي خلصنا من هاي النقطة. هلأ بس خلصوا الوكالات، تمام، لازم ينبعتوا على سوريا. هلأ كيف عم ينبعتوا على سوريا؟ بصراحة بالنسبة لموضوع الوراء انه تنبعت على سوريا بهالفترة عم تكون كتير كتير صعبة، تمام، خاصة انه الدي اتش ال للأسف ما له شغال عنا بسوريا، والفيدكس كمان مشغال، والاكسبريس مشغال. فهلا شو عم بيصير؟ هلا صار بألمانيا في مكاتب كتير، مكاتب شحن وراء، على الفيسبوك بتلاقوا في كتير مكاتب عم بيقولوا لك انه يشحن وراء، يشحن بضاعة، يشحن اي شيء على سوريا، صار موجود. ومن بيناتهم في مكتب اسمه مكتب ساجدة، تمام،
سمعت وقالوا، انا ما جربته بس سمعت وقالوا عنه انه جيد ومعاملته منيحه. تمام، فصار في كتير مكاتب هون. هاي شغله. هلا بعد ما بعتوا هي الوراق كلياتها على سوريا، الورقه هي اللي بعتوها على سوريا، شو المطلوب منكم؟ الوراق المطلوبه بسوريا يلي لازم يساويها بسوريا اللي وكلتوه، رح قلكم شو هي. اول شغله عقد الزواج، تمام، بس ينزلوا على المحكمه ويثبتوا الامور كلياتها والوراق ويظبطوها على 24 بيعملوا عقد الزواج بخلصوا. ينطلب منك عقد الزواج، لازم يطلعوا لك عقد الزواج، بالاضافه لازم يعملوا لك بيان قيد عائلي، تمام، يكون موجود عليه اسمك واسم الزوجه، ولازم يطلعوا لك بيان ولاده، تمام، بيان ولاده، ولازم يطلعوا لك بيان قيد فردي. انتبهوا، هذا غير بيان الولاده، بيان قيد فردي، في شيء اسمه بيان قيد فردي، تمام، هذا لازم كمان يطالع. تمام، هاي بالنسبة للوراء يلي بسوريا. تمام، وفي عنا اخراج قيد، اخراج قيد كمان هذا بيطالع. الاخراج القيد هو اخراج القيد نفسه، البيان القيد الفردي، لا عفوا، نفسه بيان القيد الفردي. تمام، هاي بالنسبة لهدول اللوراء. بس يطالعوا هدول اللوراء اللي ذكرت لكم ياهون، تمام، ارجع عدلكم ياهون، عقد الزواج، بيان الزواج، بيان القيد العائلي، بيان الولادة، تمام، بيان القيد اللي هو الإخراج القيد الفردي. تمام، هدول الوراء اللي لازم يطالعوا. هاي بالنسبة لهدول الوراء. في عنا وراء تاني، هاي الوراء التانية أنا بقولكم شو هي هلأ بعد ما خلص من هاي النقطة. هلأ بس يطالعوا هدول الوراء كلياتهم لازم يتصدقوا من وزارة الخارجية. بس قبل ما يتصدقوا من وزارة الخارجية شو لازم يصير؟ لازم يترجموا للغة للبلد اللي انت موجود فيها. شو البلد اللي انت موجود فيها؟ لازم يترجموا لهي اللغة. هلأ بالنسبة لألمانيا، أنا عم بحكي عن ألمانيا، هيك طلبوا مني. تمام، هلأ بالبلاد التانية بصراحة ما بعرف إذا بيطلبوا شغلات تانية. تمام، فأنت بتشوف بتسأل عندك شو الوراء اللي طالبينها غير اللي أنا ذكرت لك إياها. تمام، بيترجموا للألماني وبعدين بيتصدقوا من وزارة الخارجية السورية. تمام، بس يتصدقوا من وزارة الخارجية السورية بتكون الوراء بقى هون جاهزة. تمام، ولازم بقى هن يلاقوا طريقة يبعتوا لك ياهون على ألمانيا. تمام، هلأ في عنا شغلة، في عندكم اللي هو التحليل تبع التلاسيميا. تمام، اللي هذا بيعملوه كل زوجين وبينزوجوا بيعملوا تحليل التلاسيميا عشان يشوفوا انه في قرابة بيناتهم او كذا، انه بيصير مشاكل على الاولاد اذا بي. فهذا التحليل لازم نعمل اسمه تحليل تلاسيميا. هذا التحليل بتعمله هون بألمانيا بأي هاوس آرتس. تمام، بأي هاوس آرتس بتروح لعندهم بتقول لهم أنا بدي أعمل تحليل كمان اسمه تحليل التلاسيميا. تمام، سعره هذا التحليل 130 يورو بتدفعه أنت، هذا شخصي، ما بتتحمله الأوكا، أنت بتتحمله هذا التحليل كاملا. وفيك تبعته صورة على الواتساب لوالدك اللي موكله بسوريا مشان تمشي وراء عقد الزواج. تمام، هاي نحن عم نحكي بالنسبة إذا كانت العروس بسوريا. ماشي، يعني إذا كانت العروس بسوريا هيك لازم تساوي. طيب هلأ في شغلة تانية، إذا كانت العروس بالأردن. تمام، إذا كانت العروس بالأردن ولنفترض العروس أردنية. تمام، لنفترض العروس أردنية ما لا سورية أو أي جنسية تانية، أردنية أو أي جنسية غير جنسية سورية. تمام، في معلومة مهمة لازم تنكتب ببيان القيد العائلي، لازم تنكتب، لأنه نحن عنا بسوريا وقت اللي أنت بتتزوج من زوجة غير سورية بالبيان العائلي ما بيحطوا لك أنه متزوجة طباعة، ما بيكتبوا طباعة كلمة متزوجة
انه انت تزوجت انت وياه، فما بيكتبوها، لازم يكتبوها انه متزوج طباعه. فبسوريا ما بيكتبوا لك اياها طباعه، بيكتبوها كتابه بالقلم وبيحطوا فوق منها ختم. هي بحال اذا كانت الزوجه اجنبيه، تمام. هي بالاردن وباللبنان ما بيقبلوها، القيد العائلي هذا ما بيقبلوه، بيرفضوه، بيقولوا لك لازم تكون كلمه متزوجه مطبوعه طباعه، اذا مو مطبوعه طباعه ما بيمشي الحال، تمام. اذا هلا بسوريا ما عم يطبعوا طباعه ابدا ابدا، ما عم يطبعوا، يعني انا هي مشكله صارت معي انا، تمام، انه ما عم يطبعوا الكلمه طباعه، تمام. فسالناهم بالمنظمه انه شو لازم نعمل، فقالوا لي لازم يكتبوا تحت عند البيان العائلي تحت لازم يكتب ملاحظه. شو هي الملاحظه؟ الملاحظه لازم تنكتب، اكتبوها مثل ما عم لكم اياها هلا بالعباره، راح اكتب لكم اياها هلا تشوفوها. لازم ينكتب انه فلان الفلاني رقم هويته كذا 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 متزوج من فلان الفلانية، رقم هويتها كذا وكذا وكذا، الجنسية مثلا اذا كانت اردنية الجنسية الاردنية، تمام، ومقيمة في الاردن في عمان مثلا او وين مقيمة هي، تمام. هي لازم تنكتب العبارة، تمام، رجعوا للفيديو واسمعوها، هي العبارة لازم تكتب. إذا ما كانت مكتوبة على البيان العائلي بيرفضها، البيان العائلي بيرفضوه، عشان أنا ما تتعذبوا. لازم تنكتب هي الملاحظة، بنكتب هيك ملاحظة مثل ما أنا ذكرت لكم إياها العبارة، هيك بيقبلوا البيان العائلي، تمام. أما إذا ما كتب غير هيك ما بيقبلوا، ما بيمشي الحال، ماشي، تمام. هلأ هيك بنكون خلصنا من الوراء يلي مطلوبة بالنسبة لهذا الموضوع. هلأ في عنا شغلة تانية، شو الطلبات اللي بيطلبوها منك بالمنظمة بالأردن أو بلبنان مشان أنت تجيب الزوجة، تمام. الطلبات اللي بيطلبوها طبعا، هلأ يلي بده يعمل لم شمل لازم يفوت على موقع السفارة الألمانية بعمان ويقدم طلب موعد، يقدم موعد، لازم يطلب موعد، تمام. هاي اول شغله بدك تعملها، لازم انك تفوت على موقع السفاره وتاخذ موعد من موقع السفاره على الانترنت. هلا الموعد شو هو؟ انت وتفوت على الموقع بامكانك تكتب اسم الموقع وتفوت على السفاره، بتقدم طلب، تمام. بس تقدم طلب بيبعثوا لك رد من السفاره برقم طلب، هذا رقم الطلب لازم تحتفظ فيه، تمام، بتعمل له سكرين شوت، تمام، وبتخليه عندك مشان وتطلبوه منك. هي واحد، هي اول خطوه. الخطوه الثانيه، شو الاوراق اللي بيطلبوها منك المنظمه؟ اذا كانت الزوجه اردنيه لازم تطالع نفس الاوراق يلي قلت لكم عليها، اللي هو بيان القيد العائلي وبيان الولادة وبيان قيد فردي، تمام. هذول الثلاثة لازم تطالعهم، وكمان تروح تصدقهم من وزارة الخارجية الأردن، تمام، لازم يتروح وتصدقهم بوزارة الخارجية بالأردن، بالإضافة لبيان القيد العائلي اللي بتعمله. هي بيان القيد العائلي بيكون مكتوب اسم العريس فيه مثلا، تمام. طب اسم العريس موجود مثلا انه هو سوري وهي اردنية، فلازم البيان القيد العائلي اذا كان عريس سوري لازم يروح يتصدق من السفارة السورية، تمام. هاي بالنسبة لهدول الوراء. هلا وراء المنظمة شو الوراء اللي بتطلبهم منك؟ المنظمة بتطلب هدول الوراء اللي تكون عليهم. اول شيء رقم الحجز تبع الموعد، هاي واحد، تمام. اثنين، ثلاث صور شخصية للعروس اللي موجودة بالأردن، ثلاثة جواز السفر، أربعة بيان الزواج يلي ساويناه نحن بسوريا وعملناه بسوريا، عقد الزواج، تمام، كمان اللي تساوى بسوريا، وبيان القيد العائلي تبعي وتبعها الاثنين، تمام، وعنا بيانات الولادة كمان الاثنين، وعندنا بيانات القيد الفردي، تمام.
وفي عنا هدول الأوراق مطلوبين من الشخص اللي عامل الدعوة بألمانيا، نسخة عن ورقة تبع البشايد تبع البامف اللي هو إجا، اللي إجا فيه الموافقة إنه ياخد إقامة، لأنه إجا موافقة يعطوه إقامة، اسمه بامف بشايد، تمام. هاد إذا مو موجود بتوقف الأوراق، ماشي. وفي عنا صورة عن الإقامة، وفي عنا اللي هو الفونونج ان ميلدونج اللي هو ورقة الملدنة، تتملدن هون بتملدن انت تسجيل سكنك، تمام. وبس هدول الأوراق اللي مطلوبين كلياتهم. انا طبعا هدول الأوراق كلياتهم يلي عم يطلبوا منكم، طبعا كلهم، كل الأوراق اللي طلبت ان كان من سوريا وان كان من الأردن وان كان من اي مكان، لازم يكونوا كلياتهم مترجمين للغة الألمانية ويكونوا مصدقين من وزارة الخارجية إن كان بسوريا وإن كان بالأردن، تمام. هلأ بالنسبة لتاريخ هالوراق كلها اللي طلعتوها، إنه في ناس لك إنه في لهم تاريخ 3 شهور، لا، هدول الوراق ما لهم تاريخ، خلاص أنتوا بس طالعوا هدول الوراق بيضلهم ماشيين سارين لحتى يجي موعد السفارة تبعكم، تمام. هلأ بعد ما تسوي هاي الوراق كلياتها شو بيصير؟ المنظمة بتتصل فيكم لأنه أنتوا أخذتوا موعد، بتتصل فيكم بتقولكم المنظمة مثلا العروسية موجودة بالأردن، بتقولها أنه أنتوا الوراق تبعكم جاهزة كل اللي بدنا إياها، بتقولها مثلا إيه الوراق كلياتها جاهزة، بيقولها أوكي رح نعطيكي موعد تعالي لعنا مشان نشوف الوراق كلياتها إذا مزبوطة، تمام. بيعطوها موعد، بتروح على المنظمة بالأردن، طبعا المنظمة تابعة للسفارة، أنه معاملتك مع المنظمة ومع السفارة، بيروحوا بتروح لعندهم يشوفوا الوراق كلياتهم، إذا كانت الوراق كلياتها مزبوطة بيحطوهم بظرف وبيعطوها إياهم وبيقولوا لها خلي معك هذا الظرف واستني بقى منها تليفون تاني لحتى تجي وتقدمي هاي الوراق كلياتها، بعدين نقرر ونعطيك الفيزا، تمام. إذا لا سمح الله كان في مشاكل، في أغلاط بالوراق، بيقولوا لها انه هاي الورقة مثلا هاي غلط وهي غلط، بدك تعدلي هاي وهي وهي وهي، لازم بقى ترجعوا تعدلوا الوراق اللي عليكم، لازم تعدلوها. بس انا اللي عم قلكم عليه ان شاء الله هاي الوراق كلها يلي مطلوبة وهيك كله موجود، تمام. بالاضافة بس ليجي التليفون الثاني، الموعد الثاني، انه مشان تروحوا يحددوا لها الفيزا، تمام، تاخدوا معكم 70 يورو، تمام، تاخدوا معكم 70 يورو اللي هي تكلفة الفيزا، رسوم الفيزا، تمام. هاي بالنسبة للوراء والطلبات يلي كلها بتنطلب من الأردن، تمام، بالإضافة إنه من لبنان. طبعا في شغلة أنا نسيت لكم عليها، البيان القيد العائلي اللي هو بيان الزواج، بيان القيد العائلي هاد إذا كان العريس سوري، تمام، بيبعتوا هذا من الأردن، حتى من الأردن يعني بيبعتوا هذا البيان على لبنان، على السفارة الألمانية بلبنان، منظمة هنيك بلبنان، بيبعتوا له هنيك مشان يتصدق، يعني بيبعتوا له هنيك مشان يتشيك عليه، تمام، إنه هاي البيانات مزبوطة، هذا العريس مزبوط عليه شيء ما عليه شيء، تمام. فبتنبعت لهنيك وبيشوفوا هنيك بلبنان إذا كانت مزبوطة بيتصدق، إذا ما كانت مزبوطة بيوقفوه بيرجعوا له إنه هذا مو مزبوط، تمام. لانه سمعت وقالوا لي، انا حكيت مع منظمه قالوا لي انه نحن في كتير ناس عم تجيب لنا بيانات مزوره ما لها مزبوطه كله، يعني في كتير ناس عم تزور، فمشان هيك عم يبعثوا ليتاكدوا من البيانات مزبوطه ولا لا، تمام اخواتي. هاي بالنسبه لكل الاوراق المطلوبه لموضوع لم الشمل للي بده يتزوج عن طريق الوكاله، تمام، حصرا اللي عن طريق الوكاله، تمام. اما يلي عم يعمل لم شمل هو متزوج من زمان، رح اعمل فيديو تاني عنه ان شاء الله هاي، وبعمل لكم كمان شرح كامل عن الموضوع باذن الله، تمام اخواتي. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، بتمنى ان شاء الله ان يكون فدتكم بالمعلومات، وان شاء الله بتمنى الخير لكل الناس، وان شاء الله تكون اموركم كلياتها سهله وماشيه باذن رب العالمين ان شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعه، وسامحوني اني طولت عليكم الفيديو، بس معلومات لازم تنشرح هيك نقطة بنقطة. بتشكركم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو مشان
تشوفوا الناس بقدر المستطاع. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.